صباح الخير كيفكم شو الاخبار صباح النور دكتوره كل تساؤلاتكم عن الارتيكلز والبروجكت خلينا بس نخلص المحاضره بخل... بحكي لكم عنه بتفصيل أكتر فانا عشان ما نتاخرش طيب احنا موضوعنا اليوم هو الجبس ماتيريالز آه... راح يضل عندنا ب... آه موضوع الواكس الواكس راح اعملكم فيه ريكوردز آه اتوقع يوم الثلاثه ما راح نلحق نشرح البوليمرز مع الواكس ولذلك الواكس هشرح آه... لكم اياهم اصلا يمكن حوالي 15 سلايد فقط موضوع قصير يعني احتمال الريكوردز يكون 20 دقيقة فقط فببعت لكم إياه أي أسئلة بتحسوا حالكم مش فاهمينها منه هو موضوع كتير سهل بس إذا حسيتوا حالكم مش فاهمين جزء معين احكوا لي برجع بشرح لكم عنه الأسبوع الجاي بيضل عندنا بس الأمالجم رح ياخد منا محاضرتين وبننهيه إن شاء الله فاليوم خلينا نخلص الجبس ماتيريالز يمكن أخدتوها الجبس ماتيريالز من قبل في البروستو اذا انتم ماخذين مساق البروستو واكيد بلشتوا تشتغلوا فيه الجيبسون برودكتس خلال في هاي المحاضرة راح تلاقوا المعلومات موجودة من تو ريفرنسز اللي هي الفيليبس ساينس اوف دنتال ماتيريالز والابلايد دنتال ماتيريال انا حطيت لكم الابلايد دنتال ماتيريال تشابتر اللي فيه فقط لأنه يعني ملخص بطريقة أقل أسهل لإلكم هلأ بالنسبة للجبسم الجبسم المادة الخام تبعتها هي الكالسيوم دي ديهايدريت يعني في البداية كان ديهايدريت بعدها خلصوا من جزء كبير من الماء اللي موجود فيه فصار عند الكريستلز موجودة على شكل كالسيوم سولفيت <applause> يعني الهيئه اللي بنشتريها من الماركت الباودر اللي بنشتريه من الماركت, الماركت بنستخدمه هو كالسيوم سلفيت هيمي هايدريت. مع اضافه المي عليه والخلط بيتحول من هيمي بيرجع لشكله الاصل اللي هو الدي اذا المعادله في البدايه بتكون دي هايدريت بيتخلصوا من جزء كبير من المي اللي فيه بيصير في عنده هيمي هايدريت والووتر بيصير له ايفابوريشن او بيتخلصوا منه العكس بصير اذا انا بدي اخلطه مع المي وارجعه لحالته الديهايدريت هلا عمليه تصنيع الجبسم بتكون ببروسس اسمها كالسينيشن عمليه الكالسينيشن هي عمليه تصنيع الجبسم برودكتس في البدايه الجبسم برودكت الجبسم الماده اللي هي الديهايدريشن بيعرضوها لدرجات او بيحطوها في كونتينرز بتكون اوبند بيعرضوها لدرجات حراره عاليه تقريبا 120 درجه سيليزيه فجزء كبير من المي اللي موجود بيتبخر وبيطلع فبيضل عندي الهيمي هايدريت هاي النوع من ال الجبسم اللي بيستخدم فيه اوبن كونتينرز بيكون بيتا هيمي الكريستالز بتكون بيتا هيمي واسم الجبسم دنتال بلاستر بتكون شكل الكريستالز كبيرة ريجولار آه مش واضحة يعني ما إلها شكل واضح وبتكون سبونجيس آه البعثرة أكثر يعني مثل شارة الخشب يعني بينما الطرق الثانية أول إشي بيستخدموا كتل أو اللي هي كلوزد كونتينر فبالتالي خلال عمليه التسخين بصير في عندي انا wet environment البخار اللي بيطلع بضل موجود في الكونتينر في هاي الطريقه بصير في عندي الكريستلز على شكل رودز اند بريزمز بتكون كريستلز واضحه اكثر اصغر دانسر اكثر وبتكون كانه الباودر تبعي انعم فكومباكتد اكثر فطبعا هاي الاشياء بتاثر على البروبرتيز الطريقة الثانية بتعطيني الألفا هيمي هايدريت إذا ملاحظين هون بيكونوا أصغر دينات على شكل رودز أو بريزمز فبتكون دنسر أكثر و ومرتبة أكثر الطريقة الثالثة هلا كلوزد كونتينر ولكن اندر بريشر with adding 30% calcium chloride أو 1% of sodium succinate. هاي التغيير في عملية الكالسينيشن بيعطيني modified alpha hemihydrate بتكون denser أو بتعطيني الريجو... بتكون denser and بتكون أقوى. البريزماتيك شيب شكل الحبيبات او الكريستلز بتكون اوضح وأصغر فبتكون أنعم وبتعطيني بروبرتيز برضه كمان مختلفة. في العادة الأولى اللي هي البيتا هيميهايدريت حكينا دنتال بلاستر اسمها الألفا هيميهايدريت دنتال ستون والموديفايد ألفا هيميهايدريت هي الداي في مصطلحين بهم لازم كونوا بتعرفوها خلال دراستنا عن الجبسم اللي هي المودل. شو يعني مودل؟ هي الربلكا of several teeth with associated those, uh, soft tissues. يعني بيكون عندي أنا في المودل مبينه عندي الأسنان بالإضافة للسوفت تيشو المحيط فيه. نتيجة إني أخذت امبريشن في البداية. فصار في عندي امبريشن بعدين عملت له بورينج صبيت الجبسم داخله فبعديها لما صار هاردنينج للجبسم طلع على شكل موديل الداي الداي هو جزء يعني عندي انا هون ريبليكا لسنجل توث هذا الجزء المقسوم هون اسمه داي هذا بيستخدم في العاده في مع التكنيشن بيستخدمه عشان خلال عمليه تصنيع ال الكراونز، البريتشز اللي هي الوحدات الصغيرة فبيحتاج إنه يفصله عشان يتعامل معه بشكل منفرد. The applications of uh, gypsum in dentistry. أول إشي يستخدم as impression material حكينا عنها قبل في ملف الامبريشن materials. Uh, يستخدم as a cast and die. خلال عملية الـ Constructing للبروستيسز المختلفة appliances المختلفة،, المختلفة اللي هي المودلز اللي بتستخدم خلال عملية التصنيع تصنيع اللي هي الأدوات أو الأشياء المختلفة اللي هي الكراونز، بريدجز، دنتشرز أبليانسز للأورتو، أبليانسز بعض الأشياء اللي بتحتاج صب يعني فممكن أحتاج الكاست والداي فيها ال مودلز models وهي أو الـ diagnostic models بس بتعطيني شكل الأسنان بستخدمها مثلا للأرشفة بدي أعمل أرشيف للكيسز معينة أو إذا بدي أستخدمها in researches بحتاج إني أعمل لكل الكيسز اللي بدي أعالجها أو بدي أدخلها في الريسيرشز researches إني أعملها study models بس لمجرد ال studying أو الـ diagnostic اذا انا بدي اطلع تريتمنت بلان معينه ممكن اعمل ستدي موديل عشان افحصه مثلا الانفستمنت ماتيريال وهي الماتيريال جيبسون يستخدم خلال عمليه تصنيع بعض الابليانسز اند بروستيسز طبعا هاي فيما بعد لما نيجي ناخذ عن السيراميكس والالويز وهي الاشياء راح تعرفوها اكثر شو يعني انفستمنت ولكن اكيد شفتوا الفلاسك او سمعتوا عنه اللي هي مثل كانها وعاء بيستخدم في البروستو عشان خلال عمليه صب الميتال او صب السيراميك خلال عمليه التصنيع للكراونز بروستيسز او عمليه الدنتشرز هاي خلال عمليه الصب بيحتاجوا ماده تحيط في ال الاشياء اللي بيكونوها او اللي هي المودلز Uh, اللي هي Invested Material وهي مصنوعة من الجبسم عملية المانيبيوليشن اوف جبسم في البداية احنا حكينا بناخده على شكل باودر <applause> الباودر هذا بيكون هيمي uh, بضيف عليه الماء وببلش عملية الميكسينج وقتها ببلش عندي انا الرياكشن بمجرد ما يصير في عندي ساتوريشن للهيمي هايدريت ووتر فبيتحول لديهايدريت بيكون شوي فلوي حتى هلا آه, الجبسه هو هيك شوي فلوي قبل ما يبلش هاردينج ببلش أحط شوي شوي في الامبريشن هاي الامبريشن اللي انا اخذتها ببلش احط فيها الجبسم آه, بعد ما اعمل له ميكسينج آه, وبستخدم الفايبريتر في جهاز بيكون فايبريتر بيهتز فبحط الامبريشن عليها وانا بحط في الجبسه اي اير بابلز موجوده داخل الجبصه بتطلع على السطح وبتروح اذا ما كانش عندي الفايبريتر ممكن مانيولي امسك الامبريشن وخلال وضع الجبصه بصير اهزها او اتركها في مكان معين فبالتالي اي اير بابلز موجوده داخلها كلها بتطلع لبرا مهم جدا اني اطلع الاير بابلز لانها ممكن تيجي في اماكن حيويه مثلا مكان بطرف السن او باماكن معينه انا بحتاج انها تكون سليمه إذا ضلت ساعتها بتخرب شكل المودل بيخرب فبالتالي لازم بحتاج إني أعمل إيه فايبريشن لإلها. إشي تاني برضو كمان الجبسون ريسيديوز اللي بتضل على الباول خلال عملية الميكسينج إذا أنا ما نظفت الباول بشكل كامل وبعديها رحت خلطت فيه كمان مرة البقايا اللي ضايلة من الجبس ممكن تأثر على الستينج رياكشن ولذلك لازم أنظفه منيح. الستينج رياكشن ممكن ينقسم لها قسمين initial setting the action وهون بينتهي بمجرد ما يصير في عندي انا weak solid يعني تكون عندي انا صار في hardening للمودل هنا هو لساته موجود في الامبريشن ما طلعته منها لساته موجود في الامبريشن صار hardening بطل في عندي fluid بطل fluid الفلويدتي تبعته خفت قلت ولكن لساته يعتبر weak solid ممكن يكسر ممكن في هاي العملية في هاي الفترة مثلا أعمل كارفينج للأكسس ماتيريال إذا كان في عندي أجزاء طالعة ونازلة من الجبصة ممكن أزبط الحواف تبعته أعدل عليها لأنه يكون طري ولكن هارد ففي هاي المرحلة ممكن أعمل هاي التعديلات الفاينل سيتنج تايم هون بيكون عندي اكتمل عندي طبعا هاي الفاينل سيتنج تايم تاخذ وقت طويل ممكن تاخذ سيفرال اورز ولكن في نهايتها بصير عند الجبس وصل للبروبرتيز الايديال لها وصل لاخر شيء السترينث الهاردنس اي بقايا مي كانت موجوده عليه كلها فبصير لها ايفابوريشن فبيحصل في النهايه على البروبرتيز الاخيره لإله الفاينل سيتنج تايم لانه في الانيشال سيتنج تايم لما ينتهي بيكون لساته طري حتى بيكون لما تلمسه بيكون مبلول لساته مليان مي فبالتالي لازم تستنى عليه لحد ما يخلص الفاينل سيتينج تايم قبل ما تبلش تشتغل فيه. السيتينج ريأكشن للجبصم هو اكزوثيرميك ريأكشن ولذلك خلال عمليه السيتينج اذا حطيت ايدك على السطح تبعه ممكن تلاقيه سخن بسبب الاكزوثيرميك ريأكشن والسيتينج تايم ممكن ياخذ وقت برضه كمان لانه بكون عندي كمية هيميهايدريتس ان رياكتد انه ما كفى المي اللي انا حطيته لجميع البارتيكلز فبالتالي في اجزاء بتلاقيها لساتها ان بوجود الهيوميديتي اللي موجودة في الص... في المحيط او من المي اللي موجودة في حوالين الجبس ممكن شوي شوي يصير يعمل رياكشن لحد ما يصير في عندي 100% كونفرجن للهيميهايدريتس للديهايدريتس خلال عملية الستينج برضو بصير في عندي إكسبانشن الإكسبانشن بيحدث في الجبس بشكل كبير يعني الجبصة برودكتس دائما بصير فيها إكسبانشن بس طبعا حسب أنواعها بشكل متفاوت بيختلف الماكسيمم ريت اوف اكسبانشن بيحدث لما يصير في عندي زياده في درجه الحراره اكثر إشي خاصة لما يصير في عندي الاكزوثيرميك رياكشن بتزيد درجة حرارة الجبسم بتلاقي بهاي الفترة هي أكثر منطقة أكثر فترة بصير في عندي اكسبانشن السبب هو الأوتورد outward thrust of growing crystals بتصير كأنها بتتوسع مرة واحدة بصير فيها growing crystals في نوع من الـ اللي هو الـ hygroscopic expansion بيحدث إذا كان عندي وفرة في المي عند الجبسم إذا أنا زدت مثلا نسبة المي بشكل كبير صار في عندي وفرة في المي خلال عملية البيكسي وقتها بصير في عندي إكسبانشن بشكل مضاعف أكثر من المضاعف حتى لأنه الكريستالز هون مش إنه بيتغير عند الكيميكال رياكشن لا نفس الكيميكال رياكشن ماشي ولكن الكريستالز فريلي جروث صارت تكبر بشكل فريلي فبالتالي صار في اكسبانشن اكثر هنا الصورة بتمثل الفرق ما بين normal and hygroscopic setting expansion in normal situations يكون عندي أنا الووتر بشكل محدود ويكفي فقط للparticles ولذلك بصير في عندي أنا السيرفيس كونتاكت اللي هي ال الكونتاكت او السرفس لقطرات المي اللي موجوده بتحد من الاكسبانشن اللي موجود في الكريستالز فبيكون محدود ولكن اذا كان عندي انا المي بشكل كبير موجود بشكل وفره كبيره فبالتالي الكريستالز بتنمو بشكل فريلي really. فبزيد عندي الكريستال جروث او اللي هي الاكسبانشن بشكل كبير في البداية مثلا أول ما يصير في عندي كريستال ممكن يحدث شوية شرينكج بعديها يعطيني اللي هي الاكسبانشن النورمال ولكن في حالة وفرة المي بشكل كبير بصير في هايجروسكوبيك سيتنج اكسبانشن بشكل كبير ولذلك ما بتزيد احنا يعني نسبة المي لازم تكون uh, محددة هلا if I want to control the setting time إذا أنا بدي أتحكم بال setting time بدي أزيده أو أقلله شو هي العوامل اللي بتأثر على الـ setting time أول إشي ال water powder ratio كل ما زدت كمية المي كل ما ضل فلوي أكثر فبالتالي بياخد وقت أطول لحد ما يخلص ال setting time فبعمل prolongation لل setting time عملية الميكسينج كل ما كانت longer كل ما كانت رابيدلي اكثر فبالتالي انا بعمل شورتينج للsetting تايم التمبريتشر، كل ما زدت درجه حراره المي او كانت درجه حراره المحيط اعلى بيصير في عندي تغيرات انه بيزيد عندي الsetting رياكشن بيصير اسرع ولكن لا 50 درجه سيريزية. بعد ال 50 درجه سيريزية بصير العكس ريتارديشن للرياكشن لحد ما اوصل ال 100 درجه بمجرد ما اوصل 100 درجه هو أنا بيتوقف عند الرياكشن بيموت عند الرياكشن ببطل في رياكشن استخدام الأكسليريترز والريتاردرز في بعض المواد بيضيفوها في ماده الكيبسوم عشان تعمل كنترولينج للسيتنج رياكشن مثلا البوتاسيوم سلفيت لما نضيفه بيعمل اكسلريشن البوراكس لما نضيفه بيعمل ريتاردين آه برضه كمان هدول دول الاكسلريتر والريتاردر مرات بيكون لها إيه وظائف اخرى خير غير السيتنج تايم كنترولينج ممكن يكون تاثر على الاكيورسي مثلا الصوديوم فوس آه البوتاسيوم سلفيت مثلا غير انه اكسلريتر <applause> يعتبر انتي اكسبانشن ايجنت حتى بتتذكروا في الامبريشن بلاستر حكينا عنها انه بيضيفوها عشان يعمل از انتي اكسبانشن ايجنت

مثلا بال بالستادينج بالستادي كاست انا بس بدي انه يكون شكل الاسنان الاوكلوجن اعمل studying فبالتالي الاكيرسي مش كثير مهم لإلي لا وبالتالي الدايمنشن الاكيرسي مش كثير مهم لإلي لا في هاي الابلكيشن الميكانيكال بروبرتيز <applause> الميكانيكال بروبرتيز مثل السترينث والهاردنس المفروض يكون فيها عالي خاصه اذا انا بدي اعمل ريستوريشنز فيكس ريستوريشنز في هاي الحاله ممكن يعمل waxing على الداي يصير يشكل الكراون على شكل uh, الكراون اللي بده اياه باستخدام واكس فهاي الحاله لما بده يجي يشكلها راح يستخدم نايفز uh, مثل الكارفر مثلا هاي اذا كان عندي الهاردس تبع الكاست المودل إذا كان الهاردس تبعته قليلة دغري راح يصير فيه سكراتشز ويخرب معي أو خلال عملية التصنيع إذا كان السترينث قليل راح يكسر معي دغري فبالتالي السترينث والهاردنس مهمات الفيسكاسيتي للماتيريال المفروض في البداية تكون فلوي بحيث إنها تدخل لجميع تفاصيل الامبريشن وتأخذها وتعملها ريكوردينج آه وبنفس الوقت لما تكون فلوي إمكانية أنه يصير في عندي air bubbles أو spaces ما بين الامبريشن والجبسون برودكت آه أقل فبالتالي يفضل أنها تكون فلوى في البداية عملية إزالة الامبريشن أو المودل من الامبريشن المفروض تكون سهلة الماتيريال تستخدم منها الجبس المفروض ما تعمل رياكشن مع الامبريشن ماتيريال فبالتالي ما يصير في اي مشاكل على سطح المودل بكل سهوله اول ما يصير له هاردنج ابلش اقدر اشيله من الامبريشن بشكل سهل بدون ما يكسر عندي الاسنان بدون ما يكسر معي المودل <applause> الـ types of Gibson type 1 impression plaster type 2 model plaster type 3 dental stone و type 4 die stone آخر إشي type 5 اللي هو dental stone with high strength and high expansion الـ impression plaster أو اللي هو type 1 حكينا عنه في الـ ماتيريالز materials هو مصنوع من مادة Gibson وهي الـ plaster of Paris آه... بيتهي من تاب... الكريستالز تبعته فهي هتكون سبونجي والريجولر ان شيب فهي أضعف تعتبر آه... الامبريشن بلاستر استخداماته هلا كثير اقل لانه إجا بداله امبريشن ماتيريالز ثانيه غطت على البروبريتيز تبعته يستخدم معه موديفايرز عشان يعمل موديفاينج لل الاكسبانشن setting تايم المودل بلاستر اللي هو تايب 2 او البلاستر اوف باريس البلاستر اوف باريس يستخدم بشكل كبير في الدياجنوستيك كاست اذا انا بدي اعمل ستادي كاست او دياجنوستيك كاست او ممكن استخدمه في الفيلنج The فلاتس ان Denture كونستراكشن خلال عمليه تصنيع Denture كونستراكشن اذا بدي اعمل فلاسك اللي هي as uh, investment material مثلا ممكن استخدمه اذا كنت بدي اعمل فلاسكينج denture كونستراكشن في اول مراحله هون انا بتعامل مع soft تيشوز فبالتالي الاكسبانشن اللي بيحدث في الموديل بلاستر ما راح ياثر على الدقه يعني السوفت تيشوز قديش بدها تضغط ولا يتغير ال الدايمنشنز تبعتها فما بيأثر كثير الاكيرسي هون مش كثير مطلوبه ولذلك اذا النا تو استخدامات الديجنوستيك كاست او الستادي كاست او الفيلد flask فلاسك اندنتشر كونستراكشن السترينث هون طبعا اقل من اللي بعدها راح نشرح عنهم تعتبر اقل وحده فيهم في الجبسن برودكتس والاكسبانشن اعلى منهم لونها بيكون ابيض الالوان بتميز الماتيريال مثلا هون قدام ستون تايب 3 بتكون على اصفر اكثر الدنتال ستول تايب 3 هون عندي المواصفات او البروبرتيز تبعتها السترينث تبعتها اعلى من تايب 2 ولكنها اقل من تايب 4 الهاردنس تبعتها اعلى من تايب 2 ولكن اقل من تايب 4 والاكسبانشن تبعها يعتبر سلايتلي يعني فيها شويه نسبه اكسبانشن ولذلك هي تعتبر اقل من دنتال بلاستر اللي هي البلاستر اوف باريس. الاكسبانشن فيها اقل ولكن اكثر من الانواع اللي راح نحكيها كمان شوي اللي هي فور ولذلك بسبب البروبرتيز تبعتها هم بيستخدموها in fabrication of full denture to fit the soft tissues تستخدم في عمليه تصنيع الفول دنتشر يعني خلال تصنيع الفول دنتشرز في خطوات كثيره. الكاست اللي بيستخدم معها هو مادة الثالثون تايب 3 لأنه لما يحدث فيه سلايد سيتنج اكسبانشن هذا الاكسبانشن ما راح يأثر على الدقة يعني هون أنا لما أجي أعمل فول دنتشر الأكيرسي تبعتي مش كتير مهمة ولذلك الاكسبانشن هون ما راح يأثر على شغلي بالإضافة إنه راح أضطر أكثر من مرة أشيله أحط هاي الدنتشر في خطواته المختلفة فبالتالي آه، فبالتالي ما رح يكسر معي القوة تبعته كافية لهذا الموضوع الـ Compressive Strength 3 Stone بعد ساعة واحدة من صبه تقريبا after one hour لما هيك الـ Setting Reaction بتكون تقريبا 20 MPA مش كثير عالية ممكن تتح يعني ممكن توصل ل 34 مش أكثر ولذلك هي تعتبر acceptable للابليكيشنز تبعتها تايب فور اللي هي داي ستون أكثر اسم مستخدم لإلها أو الدنتل ستون أو الهاي سترينث ستون هون عندي أنا الهاردس أعلى ما يمكن السترينث أعلى إشي والإكسبانشن أقل ما يمكن أقل ما يمكن لدرجة أنه ممكن أستخدمها مع الفيكست بروستيسز أصنع الكراونز أصنع البريدجز اللي هي بتحتاج لفاين ديتالز كثيرة وبالتالي هذا الداي ستون ما بتتغير ابعاده الهاردس تبعته عالي فخلال عمليه الكارفينج والتشكيل ما راح يصير لها سكراتشينج والسترينث تبعته عالي فما بتكسر بكل سهوله بالاضافه لهيك اه، ضافوا عليه حتى ماتيريالز على السطح مثلا اللي هي الجبس هاردينج سوليوشن او السيلفر بليتنج او الكوتينج وذ اه، سيانو اكريليت هاي الماتيريالز بتزيد الهاردس كمان بزياده ماده بيدهنوا فيها السطح فبالتالي يزيد عندي الهاردنس وما بيتأثر بالكارفرز والأدوات المستخدمة الكريستلز اللي فيها الديستور هي الموديفايد الفاهي بهيدريت أول محاضره حكينا عنه الهاردنس لديستور هي تقريبا 92 with Rockwell Hardness Test التيب 3 مثلا 82 فهي أعلى بكتير تايب 5 وهي الـ Dental Stone تايب 5 تتميز بالهاي سترينث ولكن عندها هاي اكسبانشن الاكسبانشن بيزيد من 0.1 to 0.3 فهي نسبيا كبيره امتى بستخدمه اذا بدي اعمل انا او بدي اعمل كراون الطبقه الاساسيه تبعته مثلا تكون ميتال هي في بعض الكراونز بتكون الطبقه من تحت ميتال وفوقها سيراميك مثلا هاي الميتالز خاصه اذا فيها نسبه بيز ميتالز بيحدث لها شرينكج خلال عمليه السوليديفيكيشن خلال تصنيعها بصير فيها شرينكج فعشان اعوض عمليه الشرينكج ممكن استخدم الداي تبعها من الدنتال ستون تايب 4 5 عشان الاكسبانشن تبعه يعوض الشرينكج اللي بيحدث فيه الالوي المستخدم او ممكن يستخدم حتى كانفستد ماتيريال مع هيك ريستوريشنز uh, ولكن بما انه بيحدث فيه هاي اكسبانشن ما بستخدمه ابدا وذ انليز اند اونليز الانليز اللي هي حشوات ولكن تتصنع بالمختبر يعني مثلا كلاس 2 ريستوريشن ولكن هاي الكلاس 2 بتنعمل بالمختبر بالسيراميك سيراميك الاونليز هي كراونز uh, uh, جزئية نص كراون uh, مثلا بيتصنع برضو بالمختبر فهي بما إنها أجزاء صغيرة تحتاج لديتالز كتيرة ودقة uh, كبيرة ولذلك الاكسبانشن اللي بيحدث في تايب 5 بيمنع أننا نستخدمه مع هيك ريستوريشنز uh, اخر شيء اللي هي بعض السبيشال جيبسون برودكتس مثل الماوتنج ستون الجبسم اللي بيستخدم هون عشان نعمل ماونتينج للموديل كاست اللي بستخدمه أنا هون عشان خلال تصنيع الدنتشر خلال في كثير أبليكيشنز له بدي اوصله مع الارتيكليتر هذا الجهاز فممكن استخدم أنا الماونتنج ديستور لأنه بيحتوي على فاست سيتينج بسرعة بيصير له سيتينج لو سيتينج اكسبانشن فبالتالي ما بيأثر على الدايمنشن الموجودة هون لو uh, سترينث فاذا انا بدي اكسر وافصل الكاست عن الارتيكيوليتر بضربه واحده ممكن يكسر ويفصل فما بي uh, ما بيكون الموضوع متعب ثكن ماتيريال اللي هي الجبسم برودكت اللي بتحتوي على بعض الامونتس اوف او سمول اماونتس اوف بلاستيك او ريزن وهنا بيز, بتقلل البريتلنس وبتزيد الريزستنس تو ابراجم بتعطيها شويه ليونه أو flexibility للجبسة وإلها استخدامات مختلفة وهنا بنكون خلصنا الجبسة برودكتس في أي سؤال مفهومة؟ طيب آه. كنتم بتسألوني عن الـ آه.